جاتنا أسئلة الاجتماعيات جاتنا سهلة في متناول الجميع، خاصة الموضوع الأول يتناول القضية الجزائرية ويتكلم عن مبادئ جبهة التحرير في القبول بالتفاوض. لاباس الحمد لله، جاتنا سهلة. اليوم عقبنا التاريخ والجغرافيا، الحمد لله كانت الأسئلة في متناول الجميع، وماشي نهضروا غير على التاريخ والجغرافيا، نهضروا على الليسوجي كامل، الباك كومبلي كان في متناول الجميع. ونشكر على المنظمين من أجل تقييم هؤلاء اللي قايمين بنا على أجل من أجل الكورونا، التعقيم قايمين بنا من أي حاجة، والحمد لله يا ربي عقبنا الباك، وإن شاء الله الناس قاعد تجيبوا. اليوم الحمد لله جانا سوجي في متناول الجميع، كنا نتمناو السوجيات اللي فاتوا كامل يجوا كيما السوجي اليوم تاع الاجتماعيات، كان متناول الجميع صح. هو مقايمين هذا الامن، التعقيمات، كلش قايمين هنايا بيان، كلش حاجه ما خصتنا. قلنا النجاح للجميع، سيرتو الولايه المثيله و 48 ولايه. جات تري فاسيل، لي ريفيزا يقدر يجاوب على لي كاستيون، ولي ما ريفيزاش بيان سيغ ما يقدرش يجيب دي بون نوت، سي تو. هذه هي سيرتو مع الكورونا شويه كان فوالا. الوغ جو سويت بور تو الموند بيان سيغ لا ريوسي. علاش قلت لك جانا سهل مجمل هذو تاع 4 ايام، جانا لاباس سهل على حساب ما ريفيزا ثاني، هو عادي لاباس خدمت باسكو ريفيزيت، وجاتني وقت هكذا قاعد فيها ريفيزيت فيها.